اهلا بكم مره اخرى مشاهدينا الاعزاء، واهلا بضيوفنا الكرام الدكتور مجدي هلاوي والدكتور هشام احمد رفاعي وموضوع الجلوكوما ايضا. دكتور مجدي، القطرات في الجلوكوما اول علاج ويمكن يكون اسهل علاج ومتوافر، وانواع كثيره جدا من القطرات في الاسواق، ولكن هي المشكله مش في القطرات الحقيقه، المشكله في اللي بيستعملوا القطرات، يوقفها ساعه ما يكون مسافر، ينساها ساعه الصيام من نفسه، يوقفها يحس انه بقى كويس ويوقفها بعد شهر، يقول لك بتعمل لي اثار جانبيه، أطرك كتبت من شهرين وحطها في التلاجة وبعدين رجع استعملها تاني. أنا أكيد متأكد أن بيعدي عليك من هذه السيناريوهات الكثير والكثير، مش عارف إيه رأيك في هذا الموضوع؟ وفي الحقيقة أنه زي ما كان برضو دكتور هشام قال، أنه احنا في الفترة اللي احنا فيها دلوقتي بقى عندنا عدد لا بأس به من الأطرات. كان زمان من نقول 10 سنين ما عندناش يمكن غير أطرة أو اتنين بكتير قوي للمية الزرقاء، وكان مفعولهم قليل. دلوقتي ظهرت في الأسواق 4 أو 5 قطرات، وفي الحقيقة مفعولها ممتاز. أيه. فاحنا عايزين نستغل الميزة ديت في ان احنا نعالج المرض، والمريض يعاون الطبيب في علاج مرضه هو. تمام. زي ما حضرتك قلت كده، طبعا المرض المية الزرقاء لازم نفتكر ان هو مرض مزمن، وبالتالي استعمال العلاج معناه استعمال دائم، زي بالظبط مريض السكر وزي بالظبط مريض ضغط الدم، لازم بيستعملوا العلاج يستعمله باستمرار. ما فيش حاجه ان انا استعملها اسبوع واوقف، ده معناه ان استعمال باستمرار. واحنا برضو بنحط في اعتبارنا الحكايه دي، لان طبعا استعمال حاجه باستمرار لازم نساعد المريض فيها. ايوه، نحاول نديله اقل كميه قطرات تقدر تجيب احسن نتيجه. بان احنا بالنسبه لموضوع الاثار الجانبيه، طبعا ما فيش حاجه، كل واحد بيختلف عن التاني، ومفيش حاجة 100% بتدي نفس النتيجة. ده أكيد. فممكن اللي بيجيب نتيجة كويسة مع واحد ما بيجيبش مع نتيجة، وعشان كده الاتصال بين الطبيب والمريض أهم نقطة في الموضوع ده. العلاج من عن قرب هنا. أهو كده. التواصل والمتابعة. نوصل لأحسن نظام علاجي يجيب له احسن نتيجه، يعني متصور. طبعا بالنسبه للصيام زي ما حضرتك قلت، انا يعني دايما عندي في العياده فتوى من بن باز بيقول ان القطره والكحل لا يفطران، مكتوبه كده بخط واضحه صريحه. واضحه صريحه. فهي دي. في حاجه كمان مهمه بالنسبه للقطرات بقى، ان هو ازاي نحط القطر. فانا حتى جايب معايا صوره عشان اوري الناس ازاي تحط القطر، حتى لو هيحط لنفسه ازاي يحطها، انه يبص في المرايه زي ما الصوره بان، والمريض يبص لفوق ويشد الجفن الاسفل للاسفل، ويحط القطره وهي قائمه في زاويه قائمه عمودية. نقطه عموديه، بعد ما بيغمض العين دقيقه واحده بس او دقيقتين، وبيضغط بيها على زاويه العين من الجنب اللي هي الزاويه الداخليه، على اساس ان ممكن تكون الزاويه ديت انها بتقلل تصريف القطره الى داخل الجسم، وبالتالي بنقلل احتمالات حدوث اي اعراض جانبيه للجسم لو كانت القطره ليها. لكن يعني احنا بنعالج ناس كتير جدا بيستعملوا القطرات لسنين ولسنين، والحمد لله القطرات الجديده الموجوده معظمها الاثار الجانبيه بتاعتها بسيطه جدا جدا. طيب، في عجاله دكتور هشام، في اقل من دقيقه نصيحه غاليه في اخر هذه الحلقه، لو تبادرت الى ذهنك نصيحه غاليه واحده تقولها لمريض الجلوكوما، فبتقول له ايه من خلال هذا البرنامج وعلى الهواء للمباشر للمشاهدين؟ الحقيقة هي أهم نصيحة أن هو يلتصق دايما بالطبيب المعالج المختص في المياه الزرقاء. يعني ما يفتكرش أبدا أن هو هيتعمل له أي علاج جراحة أو قطر أو ليزر أو أي شيء وخلاص هيبعد عن الطبيب بتاعه. يعني لابد أن هو يكون له مراجعات مستمرة مهما كان نوع العلاج اللي بيستمر عليه. والنصيحة برضو أنا بديها لطبيب العيون نفسه، يعني أنا ما بقولش إن طبيب العيون يعقد المريض ويقول له أنت عندك مية زرقاء وخلاص يسيبه، لا بالعكس، المفروض إن دايما الطبيب يعلم المريض إزاي يستخدم العلاج، ولازم يعلمه كويس إزاي يحافظ على مواعيد القطرة، ولازم كمان يديله فكرة عن الأثار الجانبية اللي ممكن تحدث مع أي نوع من أنواع القطرات أو مع العمليات أو مع الليزر. لازم المريض نفسه يكون على علم بإيه المخاطر أو الأثار الجانبية اللي ممكن تحصل، على أساس أنه هو يبقى مهيئ نفسيا. يعني نوع من أنواع العلاج النفسي لمريض الجلوكوما، مش بس مجرد أن أنا أقول له أنت ضاع منك 70% من العصب البصري وتستخدم العلاج ده وخلاص، لا، لازم يكون فيه نوع من التوعية لمريض الجلوكوما ولطبيب الجلوكوما نفسه. طيب دكتور مجدي، برضو من خبرتك الطويلة في هذا المجال
نصيحة غالية واحدة تحب توجهها لمرضى جلوكوما من خلال هذا البرنامج عشان المشاهدين؟ هو أنا أحب أوجه للمريض العادي أو مش المريض العادي، للشخص العادي تفضل، لا ينسى الكشف الدوري فوق 35 سنة. بالنسبة لمريض الجلوكوما زي ما قال الدكتور هشام، مريض الجلوكوما المتابعة الدائمة، أنا دايما أقول للمريض بتاعي القطرة الدائمة والمتابعة الدائمة. ليه؟ لأنه ممكن النهاردة يكون الضغط مظبوط بالعلاج، لكن بعد شهر الضغط ما يبقاش مظبوط وهو يحسب ان هو ماشي على العلاج وكده انتهى الموضوع، لا، لأنه مع الوقت ممكن القطرة تفقد تأثيرها على العين، أو ان المرض نفسه بيحصل له تقدم وبيختلف والزاوية تتيبس أكتر. فإذا المتابعة مهمة جدا جدا جدا. جميل جدا. دكتور هشام أحمد رفاعي، دكتور مجدي هلال، شكرا جزيلا، وعلى وعد بلقاء أو لقائين في المستقبل لتغطية الجوانب الأخرى الهامة جدا ومتعلقة بموضوع متشابك وأظهر النمو الطبي فيه وتطور فيه مثل هو موضوع جلوكوما. لكم دائما النجاح والتوفيق. مشاهدينا الأعزاء، بأشكركم وعلى وجودكم معنا في هذه الحلقة، وأتمنى لكم دائما الصحة والعافية والسعادة، وأتمنى لكم ليلة هادئة أو أمسية سعيدة، وعلى وعد بلقاء آخر في الأسبوع القادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.